بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. باذن الله نستكمل مع بعض شرح الهيستولوجي اوف ريسبيراتوري سيستم. كنا اتكلمنا قبل كده عن ان الريسبيراتوري سيستم بينقسم لقسمين، كوندكتنج بورشن وريسبيراتوري بورشن. والكوندكتنج بورشن الحمد لله خلصناه بالنوز واللارنجس والايه والكلام ده كله. نبدا النهارده ان شاء الله في الريسبيراتوري بورشن. قال لك والله اول حاجه في الريسبيراتوري بورشن هي الريسبيراتوري برونكيولز. الريسبيراتوري برونكيولز دي هي تعتبر الانتقال بين الكوندكتنج للريسبيراتوري كوندكشن او الريسبيراتوري بورشن، اسف. تمام، هي محطه الوصل او حلقه الوصل بين الكوندكتنج والريسبيريشن. طيب الجدار بتاعها بيتكون من ايه؟ والله احنا اتفقنا المره اللي فاتت في اخر المحاضره اتفاق ان انا كل ما بنزل لتحت كل ما الابيسيليم بتاعي بيقل، وكل ما السمك بتاع الابيسيليم بيقل. تمام، يعني انا كنت بادئ الاول مثلا بالريسبيراتوري ابيسيليم اللي هو السودو ستراتيفايد كولون مارسيليس ابيسيليا ووز جوبلت سيل، بعد كده جوبلت سيل بدات تختفي، بعد كده السودو ستراتيفايد كولامنر ده بقى ايه؟ بقى سيمبل كولامنر، بعد كده بقى سيمبل كيوبويدر، بعد كده بقى سكويمس ابيسيليم، والسيليا بدات تختفي تدريجيا وبقت تحل محلها حاجه اسمها الكلارا سيل. تمام، طيب يبقى معنى ذلك ان انا عندي الابيسيليم هيقل بقى سيمبل كيوبويدر وفيها كلارا سيل. طيب والكونكتيف تيشو والسموث ماسل والكلام ده كله ايه؟ طبعا بيبدا بيبقى موجود بس بيبدا يقل. بيقول لك ان هي انتربتد باي، يعني الوول ده او الجدار ده بيتقطع بالفيولاي. تمام، الالفيولاي دي عباره عن كيس كده هو اللي بيسمح بتبادل الغازات، هو مكان الجاز اكسشينج، هو ده اللي بيسمح بالرئه انها تقوم بوظيفتها. وظيفه الرئه ايه؟ انها تسمح بتبادل الغازات، تدخل اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون، بتتم بايه؟ بالالفيولاي. طب الالفيولاي دي موجوده فين؟ موجوده في الانتربتد للوول بتاع الريسبيراتوري برونكيولز. بعد كده بعد الريسبيراتوري برونكيولز يبدا بقى ايه؟ الالفيولار داكت، الداكت كده ايه؟ تبدا قنوات كده بتاعت الالفيولاي. قال لك دي والله موست ديستال بورشن اوف ريسبيراتوري سيستم، دي ابعد حاجه في الريسبيراتوري سيستم. طيب بتحتوي على ايه؟ والله بتحتوي على سموث ماسل، تمام مفيش منها مشكله. بتبقى موجوده فين؟ قال لك ويتش از بريزنت ان ذا وول ات اوبننج اوف ادجسنت الفيولاي، يعني بيقول لك ان هي بتبقى موجوده السموث ماسل دي بتبقى موجوده في الفتحات بتاعت الادجسنت الفيولاي، الالفيولاي المجاوره، الفيولاي مع الفيولاي مع الفيولاي، بتبدا ايه تكون الضغط دي. وطبعا كل الفيولاي عند فتحه تلاته فيها سموث ماسل كده علشان تخليها دايما مفتوحه. طيب الجدار بتاع الالفيولار ضغط بيتكون من ايه؟ بيتكون من ادجسنت الفيولاي، الفيولاي لازقه مع بعضها. وبيقول لك بعد كده انها سيبريتد فروم وان تو انذر باي انترا الفيولار سبتا، يعني ايه الكلام ده عشان نبقى متخيلين؟ انا عندي دي دكت اهي، دي الالفيولار دكت. تمام، هي عباره عن ايه؟ لو انا جيت كبرتها والله هلاقيها عباره عن الفيولاي هنا، الفيولاي دي عامله زي الكيس كده والحيصله، والفيولاي هنا والفيولاي هنا والفيولاي هنا ومن هنا كذلك الفيولاي 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 وهكذا. فبالتالي البتاع الالفيولار داكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ادجسنت الفيولاي، الفيولاي ماسكه في بعضها. طيب الالفيولاي دي مفصوله عن بعضها، كل الفيولاي فاصله عن بعضها بايه؟ بحاجه اسمها انترا الفيولار سيبتم. انترا الفيولار يعني بين الالفيولاي، وسيبتم اللي هو حاجز، يبقى الحاجز بين الالفيولاي. وطبعا قلنا ان عند الاوبننج بتاع الالفيولاي في هنا سموث ماسل عشان ايه؟ عشان تخليها دايما مفتوحه. فبالتالي الصح لو انت هترسم الالفا ده ترسمها بايه؟ بالطريقه المتعرجه دي وليس ايه؟ مستقيمه كده، عشان تعرفوا ان دي عباره عن ايه؟ ادجسنت الفيولاي. بعد كده بقى الالفيولار ساك بقى الايه؟ الساك الحويصله بقى اللي فيها الالفيولاي. قال لك والله دي عباره عن اكسباندد او بوشنج اوف سيفرا الفيولاي، دي عباره عن الفيولاي كتيره ماسكه مع بعضها، متحده مع بعضها ومتمدده. تمام، يعني الفيولاي هنا والفيولاي هنا والفيولاي هنا والفيولاي هنا والفيولاي هنا والفيولاي هنا، فهي فعامله كده. تمام، وتبدا ايه؟ تكمل بالايه؟ بالكوندكتنج داكت، بالالفيولار داكت. تمام، يبقى هي بتبقى عامله كده بالظبط. اللي انا برسمها دي طبعا الايه؟ البورشن او الضغط بتاع الالفيولاي عباره عن ادجسنت الفيولاي. بعد كده ايه؟ ابدا الساك بقى، الساك تبدا إيه؟ تعمل لي حويصله كده ساك اهي. يبقى الساك ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفيولاي كتير، الجزء ده اللي هو الالفيولاي. طيب بيقول لك والله ان هي بتبقى لوكيتد ات ديستال اند اوف الفيولار داكت، بتبقى موجوده تحت الايه؟ تحت الضغط اهي، في الديستال بارت بتاع الضغط، ادي الضغط وادي الايه؟ وادي الساك. طيب
نيجي بقى على البلمونر الفولاي. البلمونر الفولاي دي ليه واحده بقى من دول؟ قال لك دي والله هي الاستراكشر اند فانكشن يونت اوف الفولاي. استراكشر يونت يعني ايه؟ دي الوحده البنائيه، يبقى دي اصغر حاجه بتكون اللنج. طيب وفانكشن يونت يعني ايه؟ دي اللي بتقوم بوظيفه اللنج اللي هي ايه؟ الجاز اكسشينج. بيقول لك ان هي مينت اير سبيس ذات يونت ويز اتش اذر فورم اير ساك، يعني بيقول لك ان هي عباره عن مينت اير سبيس، مينت دي يعني دقيقه، واير سبيس يعني تجوف فيها هواء كده، يبقى هي عباره عن تجويف او فراغات فيها هواء صغيره جدا بتتحد مع بعضها يونت ويز اتش اذر، بتتحد مع بعضها ليه؟ عشان تكون الاير ساك زي ما قلنا اهو، هتبدا تتحد مع بعضها كده، تتحد مع بعضها، تتحد مع بعضها عشان تكون ايه؟ الاير ساك دي، عشان الهواء يدخل هنا. قال لك والله ان هي زي اربور، يعني ايه زي اربور؟ يعني فيها ثقوب. الثقوب دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في بين اللانج الفيولاي. طيب بتسمح بايه؟ بتسمح بالكوميونيكيشن. طيب لو انا جيت بصيت في الصوره كده، بص ادي دي الايه؟ دي الضغط، تمام؟ دي الضغط اهي، وطبعا الضغط ده هتبدا بعد كده تفتح بايه؟ بسبيس كده، او تفتح بسبيس اهو. طيب انت شايف هنا النقط الحمراء دي، تلاقيها تحس انها نقط كده، اهي النقط الحمراء دي هي الالفيولاي، تمام؟ دي الفيولاي، دي الفيولاي، دي الفيولاي متجمعه. وطبعا ايه انت لو لاحظ هنا مثلا، هنا في الفيولاي هنا ايه متحدين مع بعض، فدول هيعملوا سبيس. فانت لو لاحظت برضو دقات هتلاقي ايه؟ الالفيولاي عباره عن نقط كده، نقط كده، نقط نقط نقط، مش ايه؟ مش خط متصل. فمعنى ذلك ان هو يعرفك ان في بورز. طب البورز دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها والله انها توصل الالفيولاي ببعضها، فبالتالي بتسمح بالكوميونيكيشن. قال لك بتبقى سيبريتد فروم اتش اذر، بتتفصل عن بعضها بالايه؟ بالانتر الفيولار سيبتم، زي ما قلنا اللي هو ايه؟ الحاجز بين الايه؟ بين الالفيولاي وبعضها. طيب قال لك بتبقى متبطنه بايه الالفيولاي دي؟ قال لك والله فيها خليتين بتبطنهم، حاجه اسمها النيموسايت تايب 1 وتايب 2. كلمه نيمو يعني رئه، تمام؟ موسايت يعني خليه، يبقى خلايا رئويه، وبينها نوعين، نوع اول ونوع ثاني، تايب 1 وتايب 2، تمام؟ والرسمه ايه؟ خلاص ما فيش منها اي مشكله، ادي الساكه اهي، الفيولاي كتير فاتحه على بعضها، وادي الايه؟ ادي الضغط. قال لك طيب تعال نشوف التايب 1 والتايب 2 نيموسايت. والله المقارنه دي مهمه جدا، يعني مهمه في الهيستولوجي ومهمه في في الفيسيولوجي كمان، تمام؟ في الاثنين. طيب قال لك والله تايب 1 وتايب 2. قال لك تايب 1 المعدل بتاعها ايه؟ قال لك والله 97% من اللاننج بيسلم، 97% من الخلايا المبطنه الفيولاي تايب 1. طيب وال 3% التانيين اكيد تايب 2. طيب الخلايا بتاعتي لما اشوفها بالال ام بالميكروسكوب الالكتروني، بالميكروسكوب الضوئي اسف، هلاقي ايه؟ قال لك والله هلاقي شكل النواه هيبقى سكوماس فلات، شكلها مبطط كده، تمام؟ متبطط كده. طيب طب النواه؟ قال لك والله اذا كانت الخليه متطبقه اصلا فلات، فبالتالي النواه اكيد برضو فلات، تمام؟ فلات دنسستي فلات مبططه كده. طب بالنسبه للتايب 2 قال لك والله الشكل بتاعه كيوبويدال، شكل ايه؟ مكعب كده. طب والنواه؟ قال لك والله راوند لارج، نواه كبيره وراوند، ليه؟ لان في مساحه واخده راحتها. طيب بيقول لك ان الابيكال سيرفس السطح الخارجي بتاعها عليها مايكرو فيلاي، المايكرو فيلاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيليا بس طويل. طيب ندخل بعد كده على السيتوبلازم اللي هو بالاي ام بقى. قال لك والله التايب 1 بالاي ام السيتوبلازم، انا بقول لك ان الخلايا دي فلات، فبالتالي ما فيش فيها سيتوبلازم كتير، يبقى السيتوبلازم كميته قليله. طيب يعني المساحه صغيره، فاكيد ما فيش سيتوبلازم والاورجانيز بتاعتي قليله، تمام؟ لان برضو الخلايا ايه؟ ما فيش مساحه جواها كتير، فبالتالي ما فيش مكان ان انا احط فيه اورجانيز ولا احط فيه نواه كبيره ولا سيتوبلازم. بقول لك انها بتبقى فيها تايد جانكشن، تايد جانكشن يعني تمسك خلايا بعض، خلايا وبعضها تمسك بقوه، تايد جانكشن، جانكشن ده اللي هو ايه؟ الارتباط بين الخلايا وبعضها، وتايد يعني ايه؟ قوي. بقول لك والله ان هي بتبقى كونكت سيل تو اتش اذر، بتمسك الخلايا وبعضها. قال لك كمان افويد سكيب اوف تيشو فلويد وزين الفيولاي، بتمنع الهروب الايه؟ السوائل من الالفيولاي. هو انا دلوقتي لو الجدار ده مش انا ببني طوبه فوق طوبه فوق طوبه وبيبقاش مسافات بينهم، المسافات بسدها بايه؟ باسمنت، او الاسمنت ده عباره عن تايد جانكشن يمسك الطوب وبعضه، فبالتالي يخلي الجدار مصمت، ما يخليش حاجه تعرف تعدي من الجدار. قال لك كذلك التايد جانكشن ده خليه ماسكه في خليه، ماسكه في خليه، ماسكه في خليه، فبالتالي ايه؟ اعملوا لي حاجز كده، اعملوا جدار، السوائل مش هتعرف تهرب من الالفيولاي. قال لك بعد كده السكوما السيل، ما طبعا الخلايا، الخلايا بتاعتي، الخليه بتاعتي فلات، فبالتالي ايه؟ لازم تبطن بسلم فلات برضه، اللي هو ايه؟ السكوما السيل، السكوما دي يعني فلات، تمام؟ طيب بيقول لك اللي هي بتبقى ريست اون كلير بيزل لامنا، بتبقى محطوطه او متثبته على بيزل لامنا اللي هي الكونكتيف تيشو.
طيب البيزا اللامنه دي بتروح تمسك في البيزا اللامنه بتاعت البلاد كابلري بتاعت الاندوسيليوم بتاع البلاد كابلري، يعني معنى ذلك ان الخليه دي التايب 1 دي بتبقى ماسكه في الكابلري الشعيرات الدمويه، يبقى دي خليه وماسكه تحتها، وهتلاقي تحتها ماشي ايه، ماشي كابلري كده، ماشي خليه ايه، ماشي شعيره دمويه، تمام. يبقى الخلايا دي ماسكه ماشيه دايما تحتها شعيرات دمويه او ماسكه في شعيرات دمويه، يبقى ودي هاخد لها فايده دلوقتي اللي هي البلاد اير بارير، بس سيبها دلوقتي تمام، وهتوضح الصوره دي اكتر. طيب تعالى نشوف الايه، نشوف التايب 2. والله التايب 2 انا كنت بقول لك ان الخليه اصلا كيوبويدال وفي مسافه والنواه لارج والكلام من ده كله، فالسيتوبلازم هيبقى ايه كميته، ابندنت كميته ظاهره كبيره، وهيبقى فاكيوليتد. فاكيوليتد يعني ايه، في فجوه كده، عشان ايه طبعا الخليه وانا بحضرها بالاتش ان دي او بسبوخه المحتويات بتاعتها بتدوب. طب بتحتوي على ايه؟ والله بتحتوي على جولجي ابريتس وار اي ار الراف اندوبلازم وكارتيكولم والميتوكوندريا. وانا قلت لك اول ما تشوف الثلاثه اورجانيز دول مع بعض اعرف على طول ان الخليه دي بتفرز حاجه اسمها سكريتوري جرانيولز، بتفرز جرانيولز يعني وظيفتها افراز، فبالتالي يبقى فيها ايه سكريتوري جرانيولز اللي بقول عليها المالتي لاملر بوديز. مالتي لاملر بوديز يعني ايه؟ معناها ان ايه؟ فيها عديد الاغشيه، الجرانيولز دي فيها محاطه باغشيه كتير، بقول عليها السيتوزومز ليه؟ لان بيبقى فيها فوسفوليبيد، فوسفوليبيد اللي هو ايه؟ الفوسفوليبيد اللي هي الدهون اللي بتكون الايه؟ بتكون الجدار بتاع الايه؟ بتاع السيل ميمبرين. طب بالنسبه للانقسام، قال لك والله تايب 1 ما بتنقسمش، لو تايب 2 بتنقسم وتدي النوعين تايب 2 تايب اوف نيموسايت، تايب 1 وتايب 2، يعني معنى ذلك ان التايب 2 دي بتعمل كاستيم سيل، خلايا ايه؟ تجديديه او بتعوض. طب وظيفتها؟ قال لك والله التايب 1 وظيفتها جاز اكسشينج، الوظيفه بتاعت الرئه اللي هي جاز اكسشينج تبادل الغازات. بيقول لك ان هي اكت از فيري سين جاز بيرميبل كومبوننت بلاد اير بار، يعني بيقول لك انها بيبقى بتحتوي او بتعمل ك فيري سين جاز بيرميبل كومبوننت، يعني بيبقى فيها ايه؟ فيها ثقوب صغيره كده بتعمل ك بيرميبل منفذه، يعني فيها نفاذيه بتسمح بتبادل الغازات، في ثاني اكسيد الكربون يطلع واكسجين يدخل، فبتسمح بتبادل الغازات في البلاد اير بارير، زي ما هقول لك كمان شويه ايه البلاد اير بارير. طيب التايب 2 قال لك والله وظيفتها انها بتفرز حاجه اسمها بالمونري سيرفكتنت، بالمونري سيرفكتنت دي عباره عن سائل كده طبقه رفيعه سين فيلم اوفر ابيسيليال لايننج، طبقه رفيعه كده سين فيلم يعني طبقه رفيعه من سوائل ماده كده لزجه كده عامله زي السائل تبقى ايه فوق الابسيليا. طيب الماده دي وظيفتها ايه؟ والله الماده دي وظيفتها انها بتقلل السيرفس تنشن اوف لانج الفيلاي، بتقلل التوتر السطحي بتاع الفيلاي وبتساعد في الاكسبانشن. يعني ايه الكلام ده؟ والله دلوقتي انا لو عندي بالونه، البالونه دي لو انا ايه الاصعب جزء انفخه؟ هل الاول في الاول ولا في الاخر؟ والله اصعب حاجه الاول، ليه؟ لان انا لازم احتاج ايه؟ قوه كبيره كده انفخ بيها وبعد كده هلاقيها بتتنفخ معايا بسهوله. طيب ليه احتجت في الاول جزء كبير او قوه كبيره؟ قال لك والله عشان يبقى في عندي حاجه اسمها السيرف ستنشن، التوتر السطحي. فانا محتاج قوه، محتاج انفخ بقوه عشان اتغلب على التوتر السطحي ده. طيب انت دلوقتي لما البالونه ايه الهواء بتبدا ايه خلاص إيه حصل لها ايه كولابس كده وايه والهواء طلع منها وايه وبقت ايه فانكمشت كده إيه بتبقى منكمشه خالص كده وايه وما عادتش ايه مفتوحه. ليه؟ لان الهواء اللي فيها كله طلع، فبالتالي عشان تقدر تنفخ ده انا محتاج قوه كبيره عشان تتغلب على السيرفس نيشن. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان احنا طبعا عمالين دايما بنتنفس شهيق وزفير شهيق وزفير. طيب انا دخلت الشهيق يعني نفخت البالونه، نفخت الالفيولاي دي، الالفيولاي دي هتتنفخ. طيب لما اجي اطلع الهواء ده مش البالونه دي هتتكمل تمام وهتتفرغ من الهواء؟ طيب ما هو الهواء ده لما البالونه تتفرغ هيحصل لها كولابس تنهار، فبالتالي عشان اقدر ادخل هواء تاني هحتاج قوه كبيره عشان اتغلب على السيرف ستنشن وافتح الايه البالونه دي. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان لا الرئه الالفيولاي دي مش هتقفل خالص، مش هيحصل لها كولابس، لا ده هي ايه هيفضل فيها شويه هواء. طيب وشويه سيرفكتنت كده اللانج سيرفكتنت ده او البالونه سيرفكتنت، يبقى وظيفه البابنوريس سيرفكتنت ده ان هو بيمنع الايه الكولابس عن طريق انه بيقلل السيرفس تنشن تمام، فبالتالي بيساعد في الاكسبانشن، بيساعد في تمدد الايه الالفيولاي. لما اجي بعد كده اي هواء شويه هواء صغيرين هيدخلوا هيقدروا يعملوا اكسبانشن، مش هحتاج قوه كبيره علشان اتغلب على السيرفس تنشن، مش هحتاج انفخ بقوه علشان ابدا انفخ البالونه تاني، لا خلاص البالونه اصلا منفوخه، هي مش منفوخه كليا بس ايه بس هتتنفخ بسهوله بعد كده. وهي دي وظيفه اللانج سيرفكتنت، انها بتسمح بايه؟ بتمنع انهيار بتمنع انهيار الالفيولاي الكولابس اوف الفيولاي. تاني حاجه انها بتساعد على الاكسبانشن. قال لك بعد كده الريسبيراتوري سيستم بايه؟
بيبقى متبطن بيه الانيموسايت، تمام. لكن الكوندكتنج بارت بيتبطر بالريسبيراتوري ايبيثيليوم. وعرفنا الريسبيراتوري ايبيثيليوم ده ايه، الخلايا بتاعته ايه، السيليت والجوبلت سيل والايه والدينس والكلام ده كله. هنا رسمة اهي بيقول لك ده الالفيولار سبيس اهو، وطبعا ده الالفيولار سيبتم اهو. بيقول لك ان هنا الخلايا دي خلايا مبططه اهو، يبقى دي تايب 1 تمام. لكن خلايا كوبويدال اهي والنواه بتاعت الاوفال، يبقى معنى ذلك ان دي ايه، دي التايب 2 اهو. بيقول لك البلو البلاك بيبقى تايب 1، البلاك ارض تايب 1 والجرين بيبقى ايه تايب 2. وبيقول لك ان دي عباره عن ماكروفاج كده هنتكلم عنها دلوقتي، والريد ارض ده عباره عن ايه، عن ريد بلاد سيلز، خلايا ايه كرات دم حمراء في الكابيلاري. بيقول لك اللنج البلمونري سيرفكتانت بقى، بيقول لك اهوت ان هو وظيفته دي، بدا يجمع لك شويه حاجات كلينيكال كده. بيقول لك ان هو وظيفته ان هي بيريديوس السيرفس تنشن اوف لنج، ايه بيقلل التوتر السطحي، فبالتالي ايه يساعد على الاكسبانشن اند بريفنت سيركولابس، بيساعد على التمدد ويمنع الايه الانهيار. بيقول لك ان كمان السيرفكتانت ده مش له وظيفته بس، لا ده كمان في بكتيريا سايد افكت، بكتيريا سايد افكت يعني بيقتل البكتيريا، يعني مع ذلك ان هو بيعمل كحمايه للبكتيريا لللنج، فبالتالي بريفنت البكتيريا انفيجن اند كلير الفيولار سيرفيس، يعني بايه بيمنع البكتيريا انها تغزو الايه الالفيولاي، وبعد كده بيحمي او بينظف الالفيولار سيرفيس من الانفكشن. طيب بيقول لك كلينيكال نوت ان انا عندي السيرفكتانت سكريشن ده، اللنج سيرفكتانت ده بيبدا يتفرز من اللاست ويك اوف فيتال ديفلوبمنت، بيبدا يتفرز في الاسابيع الاخيره من الديفلوبمنت، يعني في الاسبوع 37 كده من الجنين، الجنين وفي الرحم بيبدا ايه اللنج سيرفكتانت ده يتكون في الاسابيع الاخيره من ايه، من 37 مثلا. طيب قال لك الالفولاي اوف بريماتشور انفنت لاك لاك سيرفكتنت، يعني الاطفال اللي بتتولد قبل ميعادها بيبقى فيه لانج سيرفكتنت، الاليك سيرفكتنت يعني نقص في ايه في السيرفكتنت ده. ولذلك ايه الاطفال اللي مولوده قبل ميعادها اللي مولوده بدري ايه بيدخل حضان، يقول لك ايه ده عنده نته، عنده جرانتنج، تلاقي الطفل ايه عمال كده ليه، لانه مش عارف يتنفس كويس، لان اللانج ما اشتغلتش كويس عشان ما فيش سيرفكتنت. فبالتالي الاطفال دي بتبقى مولوده بحاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ريسبيراتوري اللي هو ايه التنفس، ديستريس فيها ضغط كده، وسندروم بيبقى متلازمه ايه مشاكل النفس عند الاطفال اللي هم لسه مولودين، اللي هو ايه النيو بورن، الاطفال لسه مولودين، الطفل لسه مولود اللنج بتاعته ما اشتغلتش كويس عشان ما فيش سيرفكتنت تتكون، لانه مولود قبل ميعاده السيرفكتنت ما لحقش يتكون، فبالتالي ايه مش هيعرف يتنفس، فيجي له جرانتنج او اللي بنقول عليها النته بالعربي تمام، ويدخل الحضانه يقول لك ايه والله ده احنا ايه هنحجزه في الحضان كده ايه إيه 6 ساعات يوم 3 ايام على حسب ما الحاله تتحسن، ويحطه على نزل او اكسجين عشان ايه يبدا يتنفس كويس. طيب بيقول لك انا دلوقتي، طب ما احنا دلوقتي اي ست دلوقتي او اي دكتور مثلا دلوقتي اغلب الحالات بتتولد قيصري تمام، والقيصريه ما بيستناش طبعا الست دي تدخل في الشهر التاسع وتدخل في الاسبوع 39 وتولد، ما هو لو استنى الست ده ممكن يجي لك الطلق في اي وقت ويجي لها طلق وتولد طبيعي، فالدكاتره بتاعت النساء دلوقتي تعمل ايه؟ تولد قبل الميعاد، قبل في اول التاسع او في اخر الثامن تبدا تولد تمام، ليه؟ عشان ايه تمنع اي هتولد قيصري، فتمنع ان الست دي تدخل في ايه او تلحق الست دي قبل ما تدخل في الطلق والولاده الطبيعيه. طيب انا عندي كده مشكله، انا كده ولدت الطفل قبل ميعاده، بالنسبه لللنج سيرفكتان قال لك والله تلاقي تسمع عن واحد عامل يقول تلاقي لما تيجي تولد حد يقول انت خدت حقنه الرئه ولا لا، ايه حقنه الرئه دي؟ حقنه الرئه دي والله هي عباره عن اللنج حاجه بتكون اللنج سيرفكتان دي تمام. ولذلك يبقى الدكاتره تيجي هي عارفه ان الست دي هولدها قيصري، انا هولد الست دي قيصري تمام، فبالتالي انا مش هستنى الايه للشهر التاسع، ممكن اولدها في الاسبوع 37 وايه واتوكل على الله، وفي احيانا بولد عند ال 34 تمام، لو في بعض الحالات يعني والطفل يدخل في حضان وكده، بس ايه يعني الاغلب 37. طيب 37 ده اللنج سيرفكتنت مش هيبقى لسه تكون ايه بكفاءه، فبالتالي الدكتور يديها حقنه اسمها حقنه الرئه تمام. حقنه الرئه دي عباره عن كورتيزون، جلوكو كورتيكوي تمام، الحقنه الدكسة والكلام ده كله بتاع الكورتيزون. طيب ايه حوار ايه فكره او فايده الكورتيزون؟ قال لك والله الكورتيزون ده هو اللي بيكون اللنج سيرفكتنت. يبقى اللنج سيرفكتنت ده بيتكون ازاي؟ من الكورتيزون، واحنا عارفين ان الجسم طبيعي في حاجه اسمها كورتيزول، لا اللي بتفرز من الادرينال جلاند، وان اللي بيطلع الكورتيزون الخارجي اللي هو الدواء اسمه كورتيزون بالان اخره ان، يبقى اللي اخره ال ده الطبيعي اللي بيتفرز في الجسم، لكن اللي اخره ان ده اللي ايه اللي هو الدواء اللي انا مصنعه تمام. فالمهم ان الدكتور يقول لها ايه، خد والله حقنه الرئه دي، حقنه الكورتيزون دي
علشان لو احنا ولدنا او حصل ولاده في اي وقت، يبقى احنا ايه ضامنين ان الطفل ده الرئه بتاعته ان شاء الله اللنجز فاكهه هتتكون وايه ومش هيحتاج حضان. فهمنا ايه الفكره بتاعت الجلوكورتيكويد واللنجز سيرفكتنت والكلام ده كله؟ تمام الحمد لله. بعد كده عند الانترا الفيولار سيستم، السيستم اللي هو ايه بين الالفيولاي وبعضها او بيبقى موجود بين الالفيولاي وبعضها. طيب بيتكون من ايه؟ والله بيتكون سيليار اوف هايلي فاسكولار كونكتيف، بيتكون من طبقه رفيعه من الكونكتيف، وطبعا الكونكتيف بيبقى هايلي فاسكولار، فيه اوعيه دمويه، فيه بلاد كابلاري. وبيقول لك ان هو بيبقى فيه الاستيك فايبر وريتيكولار فايبر. الاستيك فايبر ليها وظيفه والريتيكولار فايبر ليها وظيفه. احنا عارفين الاستيك فايبر دي يعني مرنه، يعني هي دي اللي بتسمح ان الالفولاي يحصل لها اكسبانشن، تتمدد وترجع تاني طبيعيه، تتمدد وترجع تاني طبيعيه، فبالتالي ايه تسمح بالاكسبانشن اند ريكويل اوف الفولار وول، تسمح ان الجدار بتاع الاوعيه بتاع الالفولاي يبدا يحصل له اكسبانشن تمدد، وبعد كده ريكويل اللي هو ايه يرجع يقل تاني، يبقى البالونه تتنفخ وبعد كده يحصل لها كولابس، تتنفخ اكسبانشن وكولابس، اكسبانشن كولابس. ايه فهي دي البالونه عماله تتحرك تتنفخ وايه ويحصل لها كولابس اكسبانجن وكولابس اكسبانجن وكولابس. كل ده ايه بيحصل بسبب الايه اللاستيك فايبر. طيب احنا عندنا البالونه لو انا فضلت انفخ فيها زياده عن حد معين هتفرقع، تمام؟ كذلك الالفيولاي لو انا مثلا ايه خدت نفس قوي، خدت نفس قوي، تم الالفيولاي ممكن تفرقع تتمدد بقوه لحد ما تفرقع. فلا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان هو حاط لنا ارتيكولار فايبر، ارتيكولار فايبر تحجم الايه التمدد ده، تمنع بريفنت اوفر ديستنكشن اوف الفولاي، تمنع الايه التمدد الزياده عن عن اللازم في الالفولاي. قال لك كمان وبتبدا ايه سبورت رول، بتبدا ايه تدعم الجدار، ارتيكولار فايبر ده بتدعم الجدار وتخلي الايه الالفولاي تبدا ايه تتمدد لحد معين وتوقف، تمام؟ طيب قال لك كمان وبيبقى فيها فايبر بلاست، فايبر بلاست عشان تكون الفايبرز دي الالاستيك والريتيكولار والكلام ده كله. وبيبقى فيها ماكروفاج، ماكروفاج اللي هي الالفيولار فاجوسايتوز، الماكروفاج اللي هو خلايا من خلايا جهاز المناعه عشان تمنع ايه تعمل فاجوسايتوز او خلايا بلعاميه تاكل اي خليه او اي حاجه ايه مضره موجوده في الايه في اللنج. بقول لك بقى ايه نبدا ايه ناخد الالفيولار فاجوسايتوز دي ونبدا نشوف هي فيها ايه. قال لك والله السايت بتاعتها بتبقى موجوده في اللنج الفيولاي وفي الانترا الفيولار. طيب بتبدا تتكون من المونوسايت، البلاد مونوسايت، المونوسايت دي اللي هي خلايا وحديد النواه اللي بتبقى ايه تعتبر بتكون ايه خلايا جهاز المناعه عموما. الفاكس الميكروفاج دي خلايا من خلايا جهاز المناعه بتبدا وظيفتها ايه؟ والله بتعمل فاجوسايتوز للبكتيريا والدست بارتكل، تبدا تاكل البكتيريا والغبار اللي بيدخل لللنج، تمام؟ اي بكتيريا او اي غبار دخل اللنج تبدا هي ايه تبلعه وتايه وتكسره. ليه؟ علشان فيها لايزوزوم، اللايزوزوم دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مواد أو إنزيمات بتبدأ تحلل أي حاجة. طب الصبغة قال لك والله بتتصبغ بالتربان بلو، التربان بلو إحنا قلنا قبل كده لما كنا بناخد الميكروفاج في الجنرال في الساتولوجي كنت بقول لك إنها بتتصبغ بالتربان بلو. بعد كده مصير الميكروفاج والله مصيرها إنها ممكن إيه؟ كاف إنسبيوتم، تمام؟ إيه ان انا اكحها مع البلغم، ممكن تكحي بلغم فالبلغم ده يبقى فيه ماكروفاج. قال لك او انها تموت وريمين ان انترا الفيولار سيبتم اور نير باي لينف نود، او انها تموت وهي وتبدا ايه تبدا تقف مكانها كده في ايه في السيبتم او في الليمف نود، تمام؟ طيب إيه يبقى يا اما هتطلع تكحها مع السبيوتم مع المخاط او اللي هو البلغم، او انها تموت وتفضل مكانها وايه وتدفن في الالفيولار سيبتم، الالفيولار سيبتم اللي هو الحاجز بتاع الانترا الفيولار والليمف نود تدفن هناك، يبقى يا اما تطلع بره الجسم يا اما تدفن جوه الجسم. طب انواعها قال لك والله عند دست سيل، دست سيل دي بالمنطق كده انها بتبلع او تعمل فاكسوسيس للدست والكربون بارتكل الغبار وذرات الكربون، مثلا حد بيدخن مثلا او عدم سيارات اي حاجه من الحاجات دي، فبالتالي بيقول لك انها بتظهر باللون البلاك، بلاك بارتكل وزنسم، بيبقى فيها ايه حويبات سمراء كده، الحويبات السمراء دي عباره عن الدخان والغبار والكربون بارتكلز. بعد كده عندي هارت فيلير سيل، يعني ايه هارت فيلير سيل؟ قال لك والله الهارت فيلير دي ده مرض، تمام؟ معناه فشل القلب، ترجمته حرفيا فشل القلب، وفعلا القلب بيبقى فاشل. القلب وظيفته ان هو يضخ الدم، طيب القلب لو فشل في الوظيفه دي يبقى القلب فاشل، مش عارف يضخ الدم، طيب هو ايه اللي ما خلاش القلب يضخ دم؟ القلب وعليه ضغط كتير، عليه ضغط او عبء كتير. انت مثلا ايه لما تبقى ليله امتحان ومضغوط وعندك مذاكره كتير وعندك مواد كتير ومش عارف تجمع وكلام من ده، تبدا ايه ممكن تقعد تعيط وتنهار ومش عارف تذاكر وايه وخلاص انا تعبت وراح احول من الكليه والكلام ده كله، صح؟
قال لك فانت لما بيبقى في الانسان لما بيبقى محطوط تحت ضغط، معنى ايه اللي بيحصل لما يبقى محطوط تحت ضغط؟ كفاءته بتقل، ما بيعرفش يشتغل، ما بيعرفش يؤدي وظيفته زي ما بكفاءه. كذلك القلب، لما القلب بيبقى عليه ضغط، مثلا عليه حمل كبير من الميه، في دم كتير في الجسم، في مثلا مشكله عامله له ضغط، ضغط عليه، فبالتالي القلب مش هيعرف يضخ الدم، فهيبقى الايه؟ القلب فاشل. تمام. ولذلك ايه مثلا الدكتور احمد زولا لما كان بيقول لك ايه، ليس الفرق بيننا وبين الغرب مش ان هم عباقره واحنا اغبياء، لا، هم بيدعموا الفاشل حتى ينجح، واحنا بندعم الايه؟ النجاح حتى يفشل. فاحنا بنحط ضغط على الناجح، بنحط ضغط على الناجح لحد ما يفشل. كذلك القلب ده كان شغال كويس وناجح، انا عمال احط ضغط ضغط ضغط، فبالتالي ايه؟ القلب يفشل. هو ده اسمه الهارت فيلير. طيب القلب لما يفشل يعني ايه؟ ايه الفكره؟ قال لك والله انا عندي الدوره الدمويه، عندي دورتين دمويتين، دوره دمويه كبرى تمام، ودوره دمويه صغرى. ادي القلب اهو تمام. الكلام ده كله احنا عارفينه في الايه؟ في الكارديو. الدوره الدمويه الكبرى دي ان هو القلب بيضخ للايه؟ للجسم كله. طب والدوره الدمويه الصغرى ان هو بيضخ للايه؟ للايه؟ لللنج تمام، اللنج اللي هي الايه؟ الرئه. فبالتالي هو بيودي لها دم في ثاني اكسيد الكربون، وياخد منها دم في اكسجين. فبالتالي اكتر حد انت لما بتبقى مضغوط مثلا، مش انت بتروح تطلع غلك على حد، القلب مضغوط فهيطلع غله على مين؟ القلب هيطلع غله على اللنج، على الرئه. فبيطلع غله على الرئه ازاي؟ ان هو يروح يرمي الدم كله فيها. احنا قلنا ان القلب عليه ضغط، فبالتالي ايه؟ عليه دم كتير، فبالتالي يروح يعمل ايه؟ يرمي الدم كله على الرئه، يقول لها خدي مش عايز منك حاجه، خدي كل دول، ويبدا يزعق مع الرئه كده وايه، ويقول لها انت السبب في اللي انا فيه والكلام ده كله. فالرئه كده بقى فيها دم كتير. طيب الدم الكتير ده هيروح فين؟ قال لك والله الدم الكتير ده هيروح الميكروفاج اللي بتبدا تبلعه، ما ملهاش حل تاني غير الميكروفاج اللي بتبلعه. فبالتالي بيقول لك ان الهارت فيلير سيل دي مش موجوده في النورمال بيرسون، بتبقى موجوده بس في الناس اللي عندها هارت فيلير، مشاكل في القلب. طيب فبيقول لك الفكره، بيقول لك والله ان البلاد كابلر بتبقى كونجستشن، بيبقى فيها احتقان، فيها دم كتير، فبالتالي يحصل رابشر وسكيب في ار بي زيز تو الفيولار كافيتي. الدم يبدا ايه؟ في ضغط كده وايه، وكونجستشن احتقان، فالدم يبدا يفرع ويطلع من ايه؟ من الكابلري، من الشعيرات الدمويه، ويبدا ايه؟ الدم يبقى موجود في الالفيولار كافيتي. طيب الدم ده الار بي سي دي، كرات الدم الحمراء دي، موجود فيها ايه؟ موجود فيها هيموجلوبين. فبالتالي الماكروفاج تبدا تبلع ايه؟ الهيموجلوبين دي وتكسره، ولما الهيموجلوبين اتكسر بيتحول ليه؟ لهيموسيدرين. انت لما بتبقى مغبوط كده وايه، ويبدا يظهر لك كدمه، مش هيبدا بتبدا بالاول لونها احمر وبعد كده تبدا تزرق، اهو هي حمراء في الاول احمرت علشان ايه؟ علشان فيها هيموجلوبين. طيب بعد كده زرقت عشان الهيموجلوبين ده اتكسر، ودينا حاجه اسمها هيموسيدرين. الهيموسيدرين ده ناتج تكسير الهيموجلوبين، فبالتالي هلاقي الماكروفاج فيها هيموسيدرين. تمام. يبقى ايه الفكره في الهارت فيلر؟ والله ان الهارت فيلر الناس اللي عندها هارت فيلر الكابلري بتاعت اللنج بتبقى كونجستشن وفيها احتقان، فبالتالي الار بي سيز كرات الدم الحمراء تبدا تنفجر وتبدا تطلع الهيموجلوبين، فالايه؟ فالماكروفاج تبدا تاكل الهيموجلوبين وتكسره وتحوله لهيموسيدرين. بعد كده الالفيولار بور او لوبال علاء اوف كون، بيقول لك دي والله انترا الفيولار سيبتم مي كونتين وان اور مور بول كونكتنج نيبورينج الفيولاي. قلت لك ان الالفيولاي دي بتبقى فيها بولز بتبدا تسمح ان الالفيولاي تبدا تتصل مع بعضها. قال لك بقى ايه البولز دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها الله، احنا عارفين ان الهواء بينتقل من مناطق الضغط المرتفع لمناطق الضغط المنخفض. تمام. فبالتالي في الفيولاي الضغط فيها عالي والفيولاي الضغط فيها قليل، فالهواء يبدا يتحرك من الفيولاي اللي فيها ضغط عالي يروح للهواء اللي للالفيولاي اللي فيها هواء قليل، من خلال ايه؟ من خلال البورز دي. طيب لو حصل بقى ايه؟ ايكوال كده، لو حصل ايه؟ ان الضغط في التو الفيولاي بقى متساوي، حصل ايكوالايز بريشر ان الفيولاي، الضغط في الالفيولاي كله بقى متساوي. قال لك ايه؟ فروم كولاترال فنتريشن، ان حصل ايه؟ الالفيولاي كلها ايه؟ بقت الضغط بتاعها متساوي. قال لك والله هل كده هيسمع الهواء هيتحرك؟ لا هو مش هيتحرك. يبقى معنى ذلك ان بقول على البرونكيولز ار اوبستراكتد، البرونكيولز اتسدد. ليه؟ لان ما عادش في اختلاف في الضغط، فبالتالي الهواء ما عادش بيتحرك، الضغط بقى ثابت، الهواء بقى ثابت. اسف. بعد كده ايه؟ بدا يجمع لك شويه ايه؟ حاجات كده ايه؟ من الاناتوم والفسيولوجي. اهم حاجه عندي ايه؟ هي الاولاني ده اللي هو البلاد اير بارير. البلاد اير بارير ده حاجز الدموي الهوائي، تمام؟ حاجز بين الدم والهواء. بيقول لك والله ده وظيفته ايه؟ وظيفته إيه ده؟ او التعريف بتاعه ده وول ثرو ويتش جاز كلينيكال كيور، ده الجدار اللي من خلاله بيحصل تبادل الغازات. طيب مكانه فين؟ قال لك والله مكانه انا بقول لك ان هو بلاد اير، يبقى موجود بين الدم والهواء. بلاد البلاد اللي هو البلاد كابري، طب والاير اللي هو اللنج الفيولاي. طب بيتكون من ايه؟ قال لك والله احنا بنقول ان هو بيتكون من البلاد اللي هو البلاد كابلري والاير اللي هو اللنج الفيولاي. طيب احنا اللنج الفيولاي دي بتتكون من ايه؟ والله اللنج الفيولاي دي كنت بقول انها بتتكون من تو سايت، من تو سيل، نيموسايت تايب 1 ونيموسايت تايب 2. تمام. يبقى اكيد كده ايه؟ اول حاجه النيموسايت تايب 1 وتايب 2. بعد كده
انا بقول لك الكابيلاري تمام، شعيرات الدمويه يبقى اكيد فيها ايه، فيها الكابيلاري تمام. يبقى هو بيتكون من ايه؟ اول حاجه الله البالمونري سيرفكتنت سيم فيلم وبالمونري سيرفكتنت اللي هو التايب 2 اوف نيموسايت. يبقى اول حاجه اهو بالمونري سيرفكتنت، تعال نسميها هنا ايه بوضوح، طبعا كده من ايه بالمونري سيرفكتنت. بعد كده السيتوبلازم بتاع النيموسايت تايب 1، خلايا الايه السيتوبلازم بتاع النيموسايت تايب 1 اللي هو ايه الخلايا اللي هي كانت ايه كانت فلات. بعد كده فيوز بيزمنت ممبرين اوف تايب 1 نيموسايت والكابلاري اندوثيليا. وطبعا احنا لو الالفيولا لو لانج الفيولايك دي او النيموسايت دي موجود، احنا قلنا ان هي تبقى موجود تحتها ايه كابلاري تمام. طب انا لو دلوقتي الكابلاري دي المفروض تبقى ماسكه فيها ولا سايبه؟ ما هي لو سايبه شويه كحه هيفصلوا الموضوع ده كله، لو كحه كحه هيفصلوا الموضوع ده كله. طب اعمل ايه؟ قال لك والله لازم اربطهم ببعض، اربط الجدار البيزمنت ممبرين بتاع النيموسايت تايب 1 مع الايه مع الكابلاري مع الـ مع الـ مع, الـ مع الممبرين بتاع ايه بتاع الكابيلاري، فبالتالي اربطهم مع بعض. فبالتالي هلاقي ايه عندي جدار كده، الجدار ده نصه من البيزمنت ممبرين بتاع النيموسايت تايب 1 ونصه الثاني من ايه من الاندوثيليوم سيل بتاع ايه بتاع الكابيلاري تمام. بعد كده هلاقي الايه الكابيلاري بتاعت اللي هي الايه الشعيره الدمويه وايه وتحديدا الاندوثيليوم تمام. يبقى البلاد اير بارير دي عباره عن ايه؟ عباره عن والله الالفيولاي والكابلاري. الالفيولاي دي بتتكون من ايه؟ من نيموسايت تايب 2 اللي هو لانج سيرفكتنت، وبعد كده نيموسايت تايب 1، وبعد كده الغشائين بتوعهم هيبيزاوا بعض فيوز ذا بيزمنت ممبرين اوف تايب 1 نيموسايت والكابلاري اندوثيليا. بعد كده ايه؟ الكابلاري اندوثيليا. اهو ادي الجدار بيبدا ايه؟ البلاد اير بارير بيبدا يسمح بتبادل الغاز ده اهو. عندك هنا مثلا ادي الاندوثيليوم وماسك لحم في ايه النيموسايت تايب 1 اهو، وبعد كده عندي النيموسايت تايب 1 الاندوثيليوم وايه، وهتلاقي هنا ايه النيموسايت تايب 2 اللي هو ايه اللانج سيرفكت تمام. يبقى عندي ادي الفيوزد وادي الكابلاري وادي السيتوبلازم اللي هو الفراغ ده، وهتلاقي هنا ايه هتلاقي هنا اللانج سيرفكت. بعد كده النيرفيشن، والله اللنج دي بتتغذى بالباراسيمباثيك والسيمباثيك تمام. الباراسيمباثيك هيعمل لي تحديدا الفيجاس يعمل لي برونكو كونستريكشن دي في الشعب الهويه، والسيمباثيك يعمل لي برونكو دايليتيشن. طيب البالمونري سيركيوليشن التغذيه بتاعت اللنج، قال لك والله اللنج لها امتدادين دمويين تو بلاد سبلاي. قال لك والله نيوترانت او برونكيال فيزل ده اسمه برونكيال، يعني هيغذي البرونكيال تري، ده بيمد السبلاي اوف ذا اير واي وول ريسبيراتوري برونكيوز، بيغذي الريسبيراتوري برونكيوز بيمدها بالدم. طيب قالك بعد كده عندي فانكشنال او بالمونري فيزل، يبقى فانكشن دي يعني بتروح تغذي الفانكشن يونت اللي هي ايه الفانكشن يونت اللي هي الالفيولاي تمام. يبقى دي فروم كابلاري بيد اوف الفيولاي، الكابلاري اللي موجوده تحت الالفيولاي اللي هي بتغذي الالفيولاي تمام. يبقى كده اللنج بتتغذى بحاجتين، البرونكاي بتتغذى بالنيوترانت فيزل او برونكيال فيزل، والالفيولاي بتتغذى بالفانكشن فيزل او البالمونري فيزل. دي بت ايه بتسبلاي نيوتريشن تو موست اوف لنج تيشو، بتمد الدم لمعظم ايه الانسجه بتاعت اللنج، لكن بره اللنج اللي هي البرونكيولز والكلام ده كله بتبقى ايه في النيوترانت او البرونكيال فيزل. بيقول لك بيحصل ايه انستموز بتوين ذا تو سيركيوليشن ان بريزنت، بيحصل تداخل كده بين الدورتين عشان لو حصل انسداد في واحده الثانيه تقوم بوظيفتها مكانها. بعد كده البلورا، البلورا ده والله غشاء كده بيحيط بالايه باللنج، بيبقى ايه تو سيريس ممبرين، بيبقى عباره عن غشائين، غشاء داخلي وغشاء خارجي. الغشاء الداخلي اللي هو بيحيط باللنج اللي هو الفيزرال بلورا، ده بيحيط بالايه باللنج كفرنج ذا لنج. طيب والتاني بيبطن الايه الانترنال وول اوف ثوراسيك كافيتي، بيبطن الثوراسيك كافيتي او القفص الصدري من الداخل، ده اسمه بارايتال بلورا. يبقى فيزرال بلورا، فيزرال يعني ايه حشو يعني ايه جوه، هو اللي ايه هو اللي محيط باللنج، وفي واحد خارجي اللي هو محيط بالثوراسيك كافيتي من جوه، ده اسمه البرايت. طيب كل ده ايه كلام إيه انا ما فيش منه مشكله. قال لك البلورا ده بيتكون من سيمبل سكوماس ميزوسيليم، سيمبل سكوماس ميزوسيليم عشان ايه؟ عشان غشاء بيعرفك يعني ان ايه ان الفيزرال ده او البلورا ده بقى جوه الجسم تمام، ميزوسيليم وبيبقى سيمبل سكوماس. اتاج تو اورجان باي لاير اوف كونكتيف، بيمسك في اللنج بي كونكتيف زي البريتونيوم اللي بيحيط بالجي اي تي او البط، والبريكارديوم اللي هو ايه اللي بيحيط بالقلب. بعد كده الفيتال لانج، الفيتال لانج اللي هي اللانج بتاعت الامبريو بتاعت الجنين. قال لك والله اكيد اللانج بتاعت الجنين مش زي اللانج بتاعت الشخص بتاعتي انا وانت، لا في اكيد اختلاف. قال لك اللوب والبيولز الفصوص بتاعته هتبقى كلير ديو تو سيك كونكتيف تيشو سيبتا، تبقى كلير كده ايه صافيه لسه كده وبيضه. ليه؟ عشان يكون فيها كونكتيف تيشو، الكونكتيف طبعا ده بيبقى ابيض
وطبعا اللنج دي لسه ما اشتغلتش، فلسه ايه بيضه، لسه ما فيش ايه، الطفل ما شمش غبار، ما دخلش بكتيريا للنج ولا الكلام من ده كله، فلسه الايه اللنج سليمه. انت لما تجيب ايه، تجيب كوتش مثلا ابيض، تمام، اول ما تلبسه مش بيبقى ابيض، بعد كده لابسه واتنين وتلاته بيبدا ايه لونه ايه يغمق. نفس الكلام قال لك كمان بقى فيه جلاند كده، مثلا عندي ان انا عندي البرونكيال تري برانك، التفرعات بتاعت البرونكيال تري بتمثل الضغط، تمام، والالفيولاي عندي السيمبل اسيناي، في اسيناي كده ايه غلط كده بت ايه بتعمل كايك الفيولاي. لما الطفل ده بقى يكبر او يتولد بيبدا ايه يحصل الالفيولاي، تتكون بقى الالفيولاي والضغط، وتبقى الكلى الرئه بتاعته زيها زي الرئه بتاعتنا. قال لك والالفيولاي بتبقى كلها بس لان الالفيولاي لسه ما اشتغلتش، وبتبقى متبطنه من سيمبل كيوبويكال بس. طيب بيقول لك ان يبقى فيه كارتريج بلت اراوند ايه البرونكاي، يبقى فيه غضاريف كده حوالين البرونكاي. بيقول لك ذس ديفرنشيت لانج فروم جلاند، ده بيميز اللانج من ايه من الجلاند، ان ال ان الجلاند ان الجلاند بتاع اللانج بتاعتي بيبقى فيه بيبقى فيها كارتريج، لكن الجلاند لا. قال لك والبلاد فيزل بتبقى مليانه ايه بلاد، فول اوف بلاد، مليانه ايه بلاد، كل ده ايه كلام امبريو يعني. طيب بعد كده ندخل بقى كلام في السيولوجي. بيقول لك الديفنس ميكانيزم اوف ريسبيراتوري سيستم، ايه وسائل الحمايه بتاعت الريسبيراتوري سيستم، الريسبيراتوري سيستم ده بيحمي نفسه ازاي؟ قال لك والله الريسبيراتوري سيستم ده عباره عن منطقه كبيره جدا، لارج اريا، معرضه لحاجات كتير، معرضه للهواء، الهواء ده ممكن يكون فيه مايكرو اورجانيزم، تمام، والاكسترنال انفايرمنت، عوادم السيارات والكلام ده كله. قال لك كمان ان هو بيبقى سسبتابل فور انفيجن اوف اير بورن انفكشن اند ريتنت ايجنت، بيبقى عرضه ان هو ايه الشخص ده يحصل له انفكشن في الجهاز التنفسي، يحصل يتنفس الريتنت ايجنت، حاجه ايه تعمل اثاره للجهاز التنفسي زي البرفان والريحه والناس اللي عندها حساسيه والكلام ده كله. طيب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لازم يحط لي اليات دفاع كتير للايه للريسبيراتوري سيستم. طيب اول حاجه مثلا في الريسبيراتوري سيستم اليات الدفاع بتاعتي الهير ان ذا نوز، الشعر اللي موجود في الايه في الانف، الشعر الموجود في الانف ده وظيفته ان هو يعمل يمنع اللارج بارتكلز يعمل لها ترابنج الهواء داخل، في لارج بارتكل في حبوب، في مثلا حبوب لقاح او في مثلا ايه غبار، فايه فالهير ده ايه الشعر بتاع الانف يبدا ايه يحبسه. بعد كده كده اللارج ايه اللارج بارت مش هتدخل، او اللارج بارتكل مش هيدخل. طيب السمول بارتكل الجسيمات الصغيره قال لك هتعدي من الهير، قال لك هتلاقي عندها الميوكوس، هتلاقي المخاط ماده لزجه هيمسك فيها. طيب مسكت في الميوكوس السمول بارتكلز مسكت في الميوكوس، هتفضل موجوده في الميوكوس طول عمرها؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يعمل السويزنج ريفلكس، العطس، انت تعطس، لما بتعطس بتلاحظ ان في رذاذ بيطلع كده، الرذاذ ده عباره عن ايه؟ عباره عن والله مواد حاجات الايه الميوكوس الجسم حبسها او الانف حبسها بتطلعها مع السنيزنج، تمام؟ يبقى السنيزنج العطس دي اليه من اليات دفاع الجهاز الايه الريسبيراتوري سيستم. بعد كده الكف، والله السنيزنج ده او العطس ده بيطلع الحاجات الموجوده في الانف بس، في النزل بس. طيب لو حاجه موجوده في اللنج بقى، عدوى موجوده في اللنج ولا حاجه موجوده في اللنج، قال لك هتطلع بالسنيزنج زي بالعطس زي لا، فتطلع بالكف بقى، اكح فيطلع ايه مخاط، يطلع يطلع لي ايه الموضوع ده كله، تمام، مع الاكسبكتوريشن اللي هو ايه المخاط البلغم. بعد كده الجزيئات الاصغر بقى زي البكتيريا، قال لك والله هتدخل هتلاقي مين اللي مستنيها الماكروفاج تبدا تكسرها. قال لك بعد كده قلت لك ان الماكروفاج ممكن تطلع مع القف او ممكن تدفن وتروح تدفن في الليمفاتيك الليمف نود او الليمفاتيك تيشو، فبالتالي عندي حاجه اسمها البلت البي اي ال تي البرونكاس اسوشيتد ليمفاتيك تيشو، في الليمف تيشو مرتبط بالبرونكاس، تمام، يبقى البرونكاي كونتين ابندنت ليمفاتيك نوديول فيها ليمف نود. بعد كده الميديكال ابلكيشن التطبيق الطب بقى او التطبيق العملي بقى، قال لك والله قلنا عندي حاجه اسمها رسبات ديستريس سندروم، دي عباره عن لايف سيتنج ديسوردر، حاجه خطيره جدا للاطفال، فبتبقى موجوده ايه، قال لك والله عشان في ديفشنسي اوف سيرفاكتنت، السيرفاكتنت ما تكونش كويس ففي لانج كولابس، وتبقى مرتبطه بالبريماتوريتي الاطفال المولوده قبل سن قبل سنها او قبل الايه الميعاد ده. بعد كده عندي اموتايد سيليا سندروم، الحاجه اللي مخبي لكم او ملخبطاكم، اموتايد سيليا سندروم معناها ان السيليا ما عادتش تتحرك، اللي بيقول عليها كارتيجنر سندروم. قال لك عباره عن ايه، قال لك والله دي عباره عن ان الاموبيليتي اوف سيليا اند فلاجيلا، السيليا والفلاجيلا ما بيتمعدوش بايه بيتحركوا، تمام، طبعا ما بيتحركوش بسبب ايه، قال لك والله احنا عارفين ان الحركه محتاجه اي تي بي، تمام، فبالتالي اكيد في مشكله في الاي تي بي. طب المشكله في الاي تي بي دي جت منين؟ قال لك عندي ديفيشنسي اوف داينين، الداينين ده عباره عن بروتين، البروتين ده هو هو اللي بيخلي الاي تي بي هو اللي بينتج الطاقه من الاي تي بي، فبالتالي هو بارتيسيبيت ان ذا سيلاري موفمنت،
هو اللي بيساهم في حركه الايه السيليا السيليا تمام. طب السيليا دي هتتحرك ازاي؟ هتتحرك عن طريق الاي تي بي. طب الاي تي بي دي هيطلع الطاقه ازاي؟ من خلال البروتين اللي اسمه داينين ده. يبقى ايه الفكره في الكارتيجنر سندروم؟ قال لك والله الكارتيجنر سندروم دي ان انا عندي السيليا والفلاتيلا ما عادوش بيتحركوا. ليه؟ عشان عندي غياب في بروتين اسمه الداينين. الداينين ده هو اللي مسؤول عن انتاج الطاقه من الاي تي بي فيحرك السيليا، فبالتالي بدون الداينين ده السيليا مش هتتحرك. طيب ده هيعمل لي ايه؟ قال لك والله ده هيعمل لي، احنا دلوقتي احنا قلنا ان السيليا موجوده في الريزباتور بسيليام، فبالتالي السيليا دي وظيفتها انها بتطرد اي حاجه تدخل بسيليام، فبالتالي هيوقف الايه؟ هيوقف الموضوع ده. فبالتالي ايه كده البكتيريا ممكن تدخل للايه لللنج وتعمل انفكشن، فبالتالي يعمل كرونيك ريسبيراتوري تراكت انفكشن ان بوث سكس، بيعمل ايه عدوى في الجهاز التنفسي في الميل وفي الفيميل. طيب قال لك كمان في حاجه، انا بقول لك ان هو بيعمل انفكشن موبيليتي للسيليا والفلاجيلا. طيب فبالتالي ممكن يعمل انفيرتيليتي في المن، عقم في الرجال. طب ايه علاقه العقم بالسيليا بتاعت الريزباتور بالسيليا؟ ايه علاقه الريزباتور بالسيليا بالايه؟ بالجهاز التنفسي بالجهاز التناسلي. قال لك والله انا عندي الحيوان المنوي تمام، الحيوان المنوي راس وديل، الديل ده عباره عن ايه؟ الديل ده عباره عن فلاجيلا تمام، والديل ده هو اللي بيساعده على الحركه، هو اللي بيساعده ان هو يتحرك ويروح يوصل للبويضه يخصبها. فبدون الفلاجيلا او بدون الديل ده الحيوان المنوي مش هيتحرك ولا يوصل، فبالتالي مش هيحصل حمل، فبالتالي ايه الشخص ده هيبقى عقيم. طب انا بقول لك الديل ده عباره عن فلاجيلا، وبقول لك الكارتيجنر سندروم ده الفلاجيلا ما بتتحركش، فبالتالي الديل ده مش هيتحرك، فبالتالي الحيوان ده مش المنوي ده مش هيتحرك، فبالتالي مش هيروح للبويضه يخصبها، فبالتالي ايه حصل انفيرتيليتي. فهمنا ايه فكره الانفيرتيليتي بتاع المين في الكارتيجنر سندروم؟ والله الفلاجيلا مش عارفه تتحرك عشان في ضاينين، غياب بروتين الضاينين، فبالتالي مفيش حركه، فبالتالي الحيوان المنوي مش هيتحرك، فبالتالي هيحصل ايه انفيرتيليتي في المين. تمام كده احنا الحمد لله خلصنا الريسبيراتوري هيستولوجي. يا رب نكون استفدنا، وبالتوفيق يا شباب، ولو حد احتاج اي حاجه ابعت لي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.